بخطى حثيثة انطلق برنامج مكين ليكون رافداً للاقتصاد الرقمي وجسراً للمكانة الرقمية وتمكيناً للشباب العماني بالمهارات التقنية المتقدمة. وعلى نهج حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه حين قال: فإننا آزمون على جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافداً للاقتصاد الوطني. حققت مبادرة مكين العديد من الإنجازات، حيث بلغ عدد المتدربين حتى الآن 4889 في 5 مسارات لتشمل المعسكرات التقنية والشهادات المصغرة للمهارات المتقدمة والتأهيل التخصصي الاحترافي والمنافسات التقنية ودعم الشهادات المهنية. تنوعت البرامج لتصل إلى 84 برنامجاً شملت العديد من المهارات والبرامج التقنية وأحدث برامج الذكاء الاصطناعي. ولمواكبة التسارع العالمي في التقنية تم تدعيم البرنامج بالشهادات المهنية وأبرز التقنيات كجوجل وسيسكو ومايكروسوفت وهواوي. وتعمل مبادرة مكين على تأهيل المتدربين بالمهارات المتقدمة وتمكينهم من استخدام الأدوات الفاعلة والمؤثرة كالتسويق الإلكتروني وتصميم تجربة المستخدم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مسارات تدريبية متعددة ومتكاملة تشتمل على المسابقات والمنافسات والبرامج التدريبية المتخصصة. مكين جسر بين الطموحات والمكانة الرقمية.